مش فاضي يا جماعة، ولا اطلع للطيور ولا اعلف الطيور ولا اشوف ايه اللي عايش ولا ايه اللي ميت ولا ايه اللي باب، ولا فاضي اشوف اي حاجة خالص. طلعت كده امبارح لقيت المنظر ده، قال لي لقيته وقال لي حصل على السطح في الفترة اللي غبتها دي، هقول لكم عليه دلوقتي، وهنعلف كده طيور مع بعض ونشوف كل حاجة مع بعض. طبعا يا جماعة من اول حاجة يعني البتاعة دي اتكوسحت، وعلى فكرة انا لسه ما نظفتش السطح لان كان عندي جلسة عند الدكتور، ان شاء الله ينظفته بكرة. لو رحت للجلسة مش هنظف. مبدئيا كده يا جماعة اللي مش متابعنا، اللي مش مشترك في قناة نيماتي فبرأت ينزل بسرعة اشترك في القناة ويفعل جرس الاشتراك كل جديد. واي حد عاوز يشتري اي نوع طيور من اللي موجودة على السطح ده، انا ببيع جميع انواع الطيور صاحي ومذبوح، واي حد عاوز اي حاجة ينزل كل تحت في الكومنتات، وتعالوا نشوف ايه اللي حصل ونعلف الطيور. طبعا الأول يا جماعة انا لقحت قال الطيور علشان بعلف فيه، لقحت قمح او اللي هي الغلة او القمح. دول يا جماعة احسن حاجة بتزود انتاج البيض عند الطيور، يعني كل الناس اللي عندها طيور وعايزاها ان هي تبيض تحط لها القمح او الغلة ده. اي بقى نوع طيور عندكم، يعني ما شاء الله شايفين انا جميع الطيور وجميع الانواع، رومي بط والزقرنب حمام، كله عندي في قلب بعضيه بياكل اللي هو القمح ده اللي في الارض، او الغله اللي هي يا جماعه ايه بتاعه البليله. ما بحطهاش لوحدها، بحط معاها عيش. يعني بصوا جايب لهم انا شويه العيش دول كده اهم، شايفين شويه العيش الناشفين دول كده اهم، هبدا ايه ان انا قابل لهم في ميه، هبدا ان انا قابل لهم في ميه، وممكن ان انتم تكسروه كده شايفين. بس طبعا انا لو مش ماسك التليفون هكسروا احسن من كده، تكسروا كده على فكرة ايه هينقروا فيه ويأكلوا، شايفين هينقروا فيه ويأكلوا او لو طري. تعالوا اوريكم يا جماعة حطوا على المية ازاي، وبعد كده نرجع نشوف المفاجأة، لان المفاجأة بتاعتنا بتاع النهاردة 2 في 1، يعني المفاجأة 2 في 1. بصوا المية اهي، هكبها وارجع املالهم جديد واحط لهم العيش. تعالوا يا جماعه الاول كده اوريكم المفاجاه ونرجع نشوف الدنيا مع بعض، ونشوف اوريكم اول جزء من المفاجاه ونرجع نشوف المفاجاه الثانيه واللي حصل بالنسبه لي حلوه ووحشه. بصوا يا جماعه مبدئيا كده ده كانون وشوايه بلدي. يعني ايه شوايه بلدي وكانون بلدي؟ حاجات فلاح كنت عاملها معاكم هنا على القناه من العيد الكبير اللي قبل اللي فات، يعني دول بقالهم سنة الاثنين دول. تخيلوا يا جماعة اللي حصل، اللي حصل ان طلعت لقيت البط بايض فيه. انا هو بط بقى عندكم بسم الله الرحمن الرحيم، دول بط خليط بلدي على مسكوفي، بط خليط بلدي على مسكوفي، الاربعة دول خليط بلدي على مسكوفي. شوفوا يا جماعة نفس الشكل ازاي، اما الاثنين دول بيض بط ابقى، ده بيض بط شرشيري، بيض بط شرشيري مكسر وذكر بط مسكوف. شايفين يا جماعة شكل البيضة مختلف ازاي، سواء في الحجم او في اللون. البلدي او الخليط بلدي على مسكوفي لونه غامق، اما الشرشيري قشرته فاتحة خالص. اكتشفت انا يا جماعة المنظر ده امتى؟ اكتشفت المنظر ده امبارح. انهم جوز بطاط بيبيض او انهي بطة بتبيض؟ هقول لكم انهي بطة بتبيض من المسكوفي دي يا جماعة. دي البطة دي الخليط بلدي على المسكوفي دي هي اللي بتبيض، اللي لونها ابيض. طبعا مبهدلة يا جماعة لان ما شاء الله دي تالت بط تبيضها ورا بعض، تالت بطن تبيضها ورا بعض. طبعا البطة الشرشيري انا عارفها كده كده يا جماعة، دول هما تلاتة في دي، ودي لسه بتعبي، يعني في الخليط بلدي على المسكوفي دي ولسه بتعبي، وفي البني دي ودي برضو ايه لسه بتعبي. وانا جسدت دي ولقيت عليها هي البيض. وطبعا الشرشيري ما عنديش غير هي واحده بس اللي هي البطايه الرصاصي العتقيه، وجددت ريشها وظبطت الدنيا، وتعالى اوريكم انا حابسها فا ومع ايه، وكمان نتكلم عنها شويه وارجع اوريكم المفاجاه الثانيه اللي حصلت. يلا بينا. اهي يا جماعه هي دي البطه الشرشيري، حابسها انا مع ايه،
الاسهام مع ذكر البط المسكوفي ده هنا عشان ايه؟ عشان يطلعوا لنا بط خليط بلدي على مسكوفي. وبصوا هي باضت في الخن اهو شايفين، عامل لهم الحته دي كده عشان الشمس، وباضت البيضه بتاعت امبارح في الخن اهي، وهسيب لها البيضه. طبعا ده يا جماعه ما بيرقدش، وكنت حاطط لهم ميه في البوكله دي، هروح ازودها لهم. طبعا ايه الدنيا مبهدله هنا، لسه ما حطيتلهمش اكل، هروح بقى ايه اجيب لهم ميه واحط لهم اكل. احط بقى يا جماعه نطير كلها ميه ونرجع نشوف المفاجاه الثانيه. طبعا يا جماعه لما نجوز ذكر بط مسكوفي مع انتايه بط شرشري بيطلع لنا بط بغالي، بيطلع لنا ايه؟ بيطلع لنا بط بغالي. يعني ان شاء الله البط ده والبط اللي جوه ده هيكون فيه بط بغالي. يلا نحط لهم ميه ونرجع. بصوا يا جماعه شايفين الرمية دخلت ازاي؟ لسه انا اهوت بابل العيش، ولسه ولا غيرت المية ولا اي حاجه، لسه بصور لكم في الفيديو اهوت، ولسه كنت رامي القمح والطيور قدامكم اهي، والعشره لسه واخده ايه ان انا قابل. المفاجاه الثانيه يا جماعه هي ان الروميه ما باضتش خالص وعايزه ترقد على البيض. طبعا ده الرومي البلدي ما شاء الله، اللهم صل على النبي، احسن وافضل انواع الرومي. كنت مصور لكم فيديو يا جماعه من كام يوم على اللهم صل على النبي على البطه البني، لما قلت لكم البيض اتاكل من تحتيها، وكانت برضو راقده جنبيها الروميه. الروميه راقده يا جماعه وراكه خالص خالص خالص، وممكن انا اصلا ايه ارقدها على البيض. شوفوا بتعمل ازاي ما شاء الله، وبتدخل وتطلع تاني، ربنا يهديها يا رب. قولوا لي يا جماعه ازود لها بيض فراخ، وازود لها ولم لها بيضات الشرشيري، واظبط لها كده الخن في المكان ده وارقدها، ولا انتوا رايكم ايه؟ هعلف الطيور يا جماعه واحط لهم ميه عشان الطيور مش صابره، ونرجع نتكلم عنها وعن ان دي المفاجاه. قولوا لي بقى يا جماعه ارقد الروميه ولا اسيبها تعبي وتبيض هي بيض رومي ونستفيد ببيض رومي، ولا ارقدها؟ انا كده ان شاء الله بكره هعمل خن حلو في عشه لانتايه البط دي اللي هي بتبيض الخليط بلدي على مسكوف البيضه دي، واحبسها مع ذكر البط المسكوفي ده، او احبسها مع ذكر البط الخليط الاخضر اهو. دي يا جماعه هي اللي بتبيض، فانتوا قولوا لي بقى. وكده كده انا حابس اصلا النتايه الشرشيري مع الذكر المسكوفي، قولوا لي برضو احبس النتايه مع انه ذكر، مع الذكر ده ولا مع الذكر ده؟ ان شاء الله بكره هعمل لهم الخن واظبط لهم الدنيا كده، واحبسها مع ذكر منهم في عشه، وقولوا لي ارقد الروميه ولا ما رقدهاش. هي الروميه هي وانا قومتها، وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده.